إننا كحزبين يتابع ما يجري من مآسي إنسانية متكررة في الضفة المتوسطية والتي يلعب فيها المنتظم الإقليمي والدولي دور المتفرج، لا يحط جميع الفاعلين في منظمتنا الأممية الاشتراكية وخصوصا لجنة الهجرة على أن تكون حازمة في مواقفها ومقترحاتها تجاه هذه الدائرة التي جعلت من ضفة البحر الأبيض المتوسط شبه مقبرة نعيش على وقعها بشكل يومي، ولعل مأساة غرق مئات الأشخاص على متن زورق قبالة السواحل الليبية الشهر الماضي وما وقع يوم الجمعة الأخير حيث فوجئنا بكارثة جديدة وهي إنقاذ حوالي 5000 مهاجر وانتشال أزيد من 25 جثة، ولا يزال البحث جاري على 500 مهاجرين آخرين انطلقت قواربهم وصلت منها 25 قارب من السواحل الليبية في اليومين الأخيرين، كما أكدت على ذلك مختلف الوكالات الإخبارية. وكذا ما يجري بالنسبة في هذا الشأن في جنوب شرق آسيا، كل هذا دليل على أن تجارة البشر والإرهاب وجهان لعملة واحدة. إن سياسة دول الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة تتطلب مراجعة جذرية لمقوماتها بما يسمح لها التوجه نحو معالجة الاختلالات الحقيقية والمتمثلة في ظواهر الهشاشة والفقر والاستقرار الأمني والسياسي. إن تعامل المغرب مع تطورات الوضع الإقليمي استند إلى عنصرين أساسيين: أولا اعتماد المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان وضمنها حقوق المهاجرين كإحدى الركائز الأساسية في تعامله مع أوضاع المهاجرين، حيث شكلت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان منطلقا جديدا في صياغة السياسة العمومية للهجرة. ثانيا استحضار المخاطر الأمنية المرتبطة بالوضع الإقليمي الجديد، ولا بد أن نسجل مع كامل الأسف ومن موقعنا كمعارضة أن تمايز المرجعية الإيديولوجية للحزب الحاكم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان تشكل تراجعا أو إكراها في التعامل الموضوعي والإنساني مع ظاهرة الهجرة المتعددة الأبعاد في شقها الثقافي والديني والسياسي، حيث بدا واضحا أن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع استراتيجية شمولية على المدى البعيد في مجال الهجرة الذي حولت المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار، وما يطرحه ذلك من تداعيات في الاندماج الهوياتي داخل مجتمعنا. اسمحوا لي أن أذكركم بأن عدد المهاجرين قد وصل في بلادنا إلى أزيد من 88 ألف مهاجر نهاية سنة 2014 من 86 جنسية من مختلف القارات. عالج فيها المغرب الوضعية القانونية لحوالي 18300 مهاجر ومهاجرة من أصل 27600 طلب سوية، كما عالج الوضعية القانونية ل 593 لاجئ ولاجئة. هذا بعدما اعتمد المغرب سياسة جديدة للهجرة نابعة من التنفيذ الجزئي لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بالتعامل الإيجابي الكامل مع هذه التوصيات انسجاما مع مرجعيتنا الكونية في حقوق
الإنسان